اهلا بيكو. احنا دلوقتي في المحاضرة دي بنتكلم على two more techniques غير اللي اتعلمناهم في المحاضرة اللي فاتت. التكنيك الاولاني هو الجراتيتيود اتيتيود، وارجو انك تمارسه كتير. تعال نتكلم على التكنيك الجديد او تكنيك تاني هنتعلمه برضو ان شاء الله مع بعض دلوقتي، وهو ان انت تجيب ورقة وقلم. لا لا، مش هو ده يعني. هات ورقة وقلم علشان نجرب مع بعض حاجة جديدة. في الورقة دي اكتب 3 حاجات صغيرة 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 ممكن تعملها تساعد بيها الناس، تساعد بيها اي حد ان شاء الله. حتى تقول ان انت هتنزل معرفش تساعد مين، تساعد الجيران في ان هم يشيلوا البقالة بتاعتهم. 3 حاجات وكلمة صغيرة هي الكي ووردز. يعني مثلا ان انت ترفع سماعة التليفون دلوقتي وتكلم حد من قرايبك، حد من قرايبك بقالك كتير ما كلمتوش. اوكي. حاجة تعملها تنزل تروح تزور جار ليك تعبان شوية او عيان، او تروح تزوره في البيت، تزوره في المستشفى، اي حاجة. بس خليك فاكر سمول اكت، ما تعملش فيها مجهود كبير، حاجه ما تتعبكش، ما تاخدش منك طاقه كتيره، ما تستتقلش ان انت تعملها. تمام. حاجه تانية مثلا انزل ادفع، حط 5 جنيه في الصندوق بتاع الجامع، او انزل شوف حد محتاج. انت عارف ان عند الجيران في حد مثلا مزنوق ماديا وانت معاك مبلغ صغير صغير، 5 جنيه 10 جنيه، اللي بالنسبة لك يبقى صغير. في ناس بالنسبة لهم صغير 100 جنيه و1000 جنيه ماشي، المهم اللي تقدر عليه وما يكونش يرهقك انك تدفع المبلغ ده. ممكن في ناس بيحبوا يتبرعوا بالدم، الحقيقة انا بشجع كل اللي صحته تسمح انه يتبرع بالدم انه يتبرع بالدم، هو هيستفيد وغيره هيستفيد، بس المهم ان ما يكونش بالنسبة لك حاجة تقيلة على قلبك انك تعملها. انا دلوقتي بدور على ايه؟ small acts of kindness، وكلمة small هي الكي وورد. دور على ان انت تساعد مراتك في انها تغسل مواعين، ولا تنشف المواعين، ولا تشيل البقالة في مكانها، ولا تنشر الغسيل، حاجة صغيرة. ما قلتلكش خد منها كل شغل البيت. وكذلك طبعا لو انت الست شوفي جوزك بيعمل ايه، ودوري على حاجة تقدري تساعديه فيها. تقدري مثلا تجهزي له حاجة، مش سندوتش الصبح ياخده وهو نازل من البيت مثلا. تقدري تساعديه بان انت تستقبليه وهو داخل من باب البيت، تستقبليه بابتسامة حتى لو ده في تعب عليك وانت جاي تعبان من الشغل، لكن مجرد ان انت تقفي وتبتسمي في وشه وهو راجع. small act of kindness. اوكي. حاجة ما تكلفكش كتير، هتكلفك بس مش كتير. طيب اي حاجة تانية، انا قلت 5 افكار هنا، ممكن انت تطلع ب500 فكرة، بس خلي ال500 فكرة دول خد منهم اللي مش هيجهدك. وبعدين بعد ما كتبت ال3 حاجات دي كتبتهم، طيب اكتب ال3 حاجات دي، وبعدين شوف ايه اللي تقدر تعمله منهم امتى. شوف ايه اللي هتقدروا تعملوا منهم امتى. زي مثلا هزور جاري، مش ضروري تنزل دلوقتي تزور جاري، حطه على الاجنده بتاعتك ولازم تكلمه في التليفون، انتوا موجودين، طب ممكن اجي لكم الساعه 5، ممكن اجي لكم بكره الصبح، ممكن ممكن ممكن. هتنزل بكره، هنزل اسحب فلوس من البنك علشان ادي صدقه او اطلع فلوس لجارنا اللي محتاج فلوس. طيب هو بنك الدم القريب فين؟ هتسال عليه. طيب ده محتاج مشوار بالعربيه. يبقى المهم ان انت حطه على الاجنده. تاني احنا بنستغل التكنيك القديم بتاع ايه؟ write it down. حط دلوقتي the small acts of kindness دي. من الحاجات الـ3 اللي انت اخترتها، في حاجات ممكن تتعمل اكتر من مرة، زي ان انت تكلم قرايبك، تكلم حد قريبك، خلي مكالمة واحدة كل يوم جمعة بعد الصلاة. صعبة دي؟ مكالمة لمدة دقيقة او دقيقتين. ويا سلام لو كل اسبوع تكلم واحد غير الاسبوع اللي قبليه، هتلاقي نفسك لفيت على الناس كلها. او ان انت تنزل مره يوم، كل يوم سبت مثلا الصبح هتساعد مراتك في نشر الغسيل، حاجه واحده بس طول الاسبوع.
بتعملش غيرها. كل يوم حد الصبح هصحى الصبح بدري واعمل سندوتشات لجوزي ياخدها وهو نازل الشغل، يوم واحد في الاسبوع حاجة. اوكي، كل 3 شهور هنزل اتبرع بالدم، يبقى حط اول اسبوع التاني كل 3 شهور من الشهر تروح تتبرع بالدم. الحاجة دي حطها على جدولك وخليها عادة. يبقى احنا هنا المحاضرة دي اتعلمنا 2 more techniques. التكنيكس دول هما ايه؟ gratitude attitude و small acts of kindness. gratitude attitude مجرد ان انت تقول الحمد لله انا عندي كذا، حاجة واحدة كل يوم. والsmall acts of kindness ان انت برضو تدور الحاجات السمول اللي ما بتاخدش منك مجهود وتقوم تعملها، تحطها على جدولك، تخليها عادة منتظمة عندك. ان شاء الله تكون حاجة واحدة، وبعدين يبقوا حاجتين. قليل دائم خير من كثير منقطع، عشان كده بنقول سمول. خلاص، small acts of kindness، بس خليها عادة، وبعد ما تتعود عليها وتبقى من عاداتك الأسبوعية أو اليومية أو أو أو، ونحط عليها حاجة تانية. الظريف في الموضوع بقى إن الحاجات دي كلها اللي احنا اتكلمنا عليها مثبتة علميا. يمكن أنا مش هديكوا كتير من التفاصيل بتاعت فين البيبرز بتاعت الكلام ده، لكن هتلاقوا إن شاء الله لينكس على الويب سايت وفي الريفرنسز تقدروا توصلوا منها للأبحاث اللي منشورة اللي بتتكلم عن الحاجات اللي أنا قلتها لكم دي، واللي أثبتوها ناس علماء معروفين وفي أماكن محترمة وأماكن موثوق فيها. تقدروا تثقوا بأن الحاجات دي فعلا بتشتغل مع أغلب الناس، عشان كده بقول لك مش دايما اللي بيشتغل معايا هيشتغل معاك. المهم ان انت تدور على ايه اللي بيشتغل معاك واعمله، وان شاء الله دايما دايما تبقى اسعد واسعد واسعد.